الا بغينا ندعموا المحروقات اليوم اليوم البومبا خصنا 65 مليار ديال الدرهم اللي هي 6500 مليار السنه. تخيلوا شحال من مدرسه جامعيه، تخيلوا شحال من طريق، تخيلوا شحال من مستشفى جامعي. المستشفى الجامعي الواحد اللي بالمناسبه كتقلبوا عليه بغيتي يكون عندكم في البلاد تيكلف مليار ديال الدرهم، مليار وشويه. 65 مليار ديال الدرهم الا بغينا ندعموا هذه المواد ديال المحروقات. عرفتي شنو هو المشكل؟ ماشي غير غندعموا هذه المواد ديال المحروقات وغنشريوها اليوم بواحد الثمن، وانا غنعطي التفاصيل ديال هذا الموضوع ديال المحروقات وغنقولوا صافي راه قطعنا الوزن ونشوف رجلينا، صافي المغاربه راه بخير. راه سهل دير واحد القرار بحال اللي دار في 2014 وتقطع بالمقص واحد 15 مليار ديال الدرهم من الاستثمار. 2014 زولات ربح 15 مليار ديال الدرهم اللي هي 1500 مليار سنتي. من اش جاتها؟ من الاستثمار. شحال كانت غادي دير ديال الطرق، شحال كانت غادير ديال المستشفيات، شحال كانت غادي دير ديال البنيات التحتيه، شحال كانت غتوفر ديال فرص الشغل الى درنا داك المناطق الصناعيه اللي ما عندكمش مجموعه المناطق. راه اسهل حل اليوم هو الدعم، ولكن الله اعلم الدعم فين غيوقف وفين غيحبس، والله اعلم شحال من عام خاصنا باش تجي واحد 40 عام ولا 30 عام ونقولوا راه حنا دعمنا المحروقات 2022. راه حنا مازال تنخلصوش الان على الصعيد الدولي، دول تنهار